بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناتي قناة لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة، وبتمنى يا رب إني أكون بفيد الجميع. النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا، وهي تدريب الكلب على الهجوم والحراسة وتنمية الشراسة. في حلقتين سابقين أنا اتكلمت عن أسباب وعلاج الخوف عند الكلب، والحاجة التانية تحويل الكلب من الشخصية الضعيفة للشخصية القوية. الحلقتين دول مهمين جدا بالنسبة لأي شخص لسه عنده الجرو ولسه صغير. بداية تعليم الجرو من هو صغير، لازم تتأكد ولازم تقتنع بأن لعبة شد الحبل دي من الألعاب المهمة جدا لتقوية شخصية الكلب وزيادة الشراسة عنده من هو صغير. بعد ما تعود الكلب على اللعبة دي، ولازم برضو وانت بتلعبه تسيب له الحبل، في كل مرة هو هيبدأ يشد فيه جامد تبدأ تسيب له الحبل علشان تديله ثقة في نفسه. بعد كده لازم تجيب أشخاص أغراب وهو برضو لسه صغير، تبدأ تستفز الكلب، ولما يبدأ الكلب في النباح الشخص الغريب ده لازم يجري من قدام الكلب، وما يحاولش بأي شكل كان ان هو يضرب الكلب ضربة قوية او ان هو يأذيه بحركة تقضي على شخصية الكلب. لازم في البداية يكون الحاجات اللي هو بيعملها اللي هو الشخص الغريب اللي هيبدأ يستفز الكلب تكون حاجات ملهاش ملامسات بالجار وهو لسه صغير. بعد لما يكبر وتزداد الثقة في ثقة الكلب في نفسه، في الحالة دي هو يبدأ ان هو يهجم على الكلب او يقرب منه شوية، وبرضه الحاجات اللي هو هيعملها ما تكونش تأذي الكلب خالص، وفي نفس الوقت يكون قريب منه برضه، وبآلات او بحبل او بعصاية يبدأ يخبط بيها على الارض جنبه. مع الوقت الكلب برضه هيبدأ الثقة في نفسه تزيد قوي، وبعد كده لما هيهاجم اي حد غريب لا يمكن يتراجع ابدا الا اذا انت اديت له امر التراجع. ولازم تعرف برضو ان انت لازم تعلم الكلب ان هو يسمع امر النداء يرجع على طول، علشان خاطر ان هو ما يضرش اي حد بعد ما يكون الكلب شرس معاك وتبدأ تسيبه يبدأ يجري ورا اي حد تيجي تناديله ما يرجعش. طبعا دي حاجة هتضرك وهتضر غيرك وهتضر الشخص اللي الكلب يجري وراه. وتعالوا نشوف الفيديو بتاع التدريب على الشراسة. زي ما حضراتكم كده شايفين، هنا بدأ المساعد بتاعي ان هو يخش بحركات بطيئة ويمشي قدام الكلب، وفي ايده قماشة هيبدأ ان هو يهوش بيها الكلب ويستفزه. انا في الوقت ده ببدأ ان انا احمس الكلب باني بطبطب عليه، وبحاول ان انا اشجعه علشان ان هو يبدأ في الحراسة او في حماية الشخص اللي معاه اللي هو صاحبه. لما بتبدأ المرحلة تزيد عند الكلب ببدأ ان انا اديله امر الانطلاق، وهو بدوره بيبدأ يهاجم على الشخص اللي قدامه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا المساعد في ايده دلوقتي قماشة، هو ما بيحركهاش او ما بيزيش الكلب بيها خالص. انا هبدأ انادي على الكلب دلوقتي، ولما يجيلي هديله التحفيز بتاعه اللي احنا تعودنا عليه على طول في كل تدريباتنا. ده المشهد التاني. هنا المساعد بيحاول ان هو ينرفز الكلب، بيتحرك قدامه وبيشوح بايده، وزي ما حضراتكم شايفين كده انا في كل وقت ببدأ انادي على الكلب، لان مهم جدا ان هو يرجع عن لحظة الهجوم وقت ما انا انده عليه، علشان ما اذيش اي حد برضه في لحظة ان هو يجري ورا حد واجي اناديله ما يرجعش. ده شيء طبعا وحش جدا لانه هيضر الناس وممكن يضرني انا كمان، فلازم ان انا يكون عندي حتة ان احافظ على شخصيتي قدام الكلب، وان هو لازم يسمع الكلام وقت ما ناديله. هنا انا حاولت ان انا اشجع الكلب على الهجوم، وبدأ المساعد بتاعي يهوش الكلب جامد بقى بالقماشة دلوقتي. انا طبعا حاطط كمامة للكلب، لانه لو من غير الكمامة ممكن يهجم على المساعد وهو صاحبي، وطبعا انا مرضلوش ان هو يتعض. هنا بيجري قدامه، الحاجات دي كلها بتقوي شخصية الكلب وثقته في نفسه. وانا في كل مرة زي ما حضراتكم شايفين كده بنده على الكلب علشان اديله التحفيز بتاعه.
هنا المساعد داخل مفيش في ايده اي قماشة خالص، لان مش معقول ان انت دايما هتعود الكلب ان لازم الشخص اللي يكون داخل يكون في ايده حاجة، وفي نفس الوقت كمان ما تديش للكلب ان هو الهدف من كل هجومه على الشيء اللي في ايد الشخص، لا خالص لازم يكون الهدف في مخ الكلب الشخص نفسه وليس الشيء اللي بيحمله الشخص. دلوقتي هو بيهجم على المساعد، هنا انا مديله امر الانتظار طبعا اللي احنا اتعلمناه في الحلقات السابقة، وان هو برضو من الاوامر المهمة جدا انا هسيب الكلب خالص والكلب مش هينطلق من مكانه ولا يتحرك ابدا الا لما اديله امر الهجوم، وانا سايبه خالص اهون. اول ما هديله امر الهجوم هيبدأ يهجم على المساعد، وزي ما حضراتكم شفتم كده ده تفصيل عن التدريب على الشراسة، وهسيبكم تشوفوا الفيديو بصوته الطبيعي، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من الحلقة دي، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبه خالص، سيبه سيبه، وبعدين ايه؟ كله طلع يضرب الراس.